الهدف جاء عن طريق أوباميانغ، جاء الهدف من دقة عالية في الإنهاء والنتيجة أوف صاروخية يا في هذه اللحظات يا الصاروخية تحرك الشباك قدم صاروخية يا شباب ما تحدثوني أبدا من بعيد ما تصورت ولا تدخل أسدده كيفية التعامل شوف شلون مع الضغط شوف كيف عرف طريق المرمى الله على القوة على المهارة في النهاية يا سلام أي كلوب مبسوط مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال ورجعت لكم فيفا 23 نمط مهنة لعبة ما كنت شايفين يا شباب هلا نحن أساسيين عند فريق ريفربول عند كلوب حطنا هلا أساسيين بالفريق يا شباب لا تنسوا تحطوا اللايك والتعليق والاشتراك هذا شيء يعني كتير مهم جدا للفيديو وبدنا نوصل هذا الفيديو أقل شيء يعني 100 لايك يعني مو صعب عليكم طبعا أصدقائي زين حط اللايك قبل ما تتابع الفيديو ويلا خلونا نشوف نروح لأنشطة اللاعبنا نشوف إيش في عنده أنشطة أيوة هلا عندنا قرارات هون واصل بالجد يلا بناخذ اول وحده كويس انا لاعب الشهر كويس حاليا اخذنا هاي الاستثمارات عنا الاستثمارات المتوفره هاي 30 يوم 59 او هاي ناخذ فريق العاب الكترونيه كمان 30 يوم 51 العائد على لا هاي ناخذ الالعاب الرياضيه الالكترونيه اخذناها طبعا نشوف هون ايش في عنا بالتسوق عنا قم بشراء قميصا ورابطه عنق انيقه مصنوعه يدويا هاتوا بنشتريها ما في مشكله عنا اخذنا نقاط المتفرد طبعا قم بشراء دراجه متطوره شطح الدراجة 25,000 نشتريها كويس عشان هيك نرفع شوي من لياقتنا وقدرتنا وابداعنا يلا حلو اشترينا دراجة متطورة حلو هلا بنرجع للترتيب يا شباب ترتيب ريفربول بالصدارة ب 18 نقطة وملاحقنا مانشستر سيتي ب 17 نقطة وتوتنهام ب 16 نقطة، وهلا عندنا مباراة مع ايفرتون، ويلا نشوف إلى التشكيلة الأساسية. وهي راح نلعب التشكيلة الأساسية يا شباب، ويلا إلى المباراة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وفريق ريفربول وايفرتون بالدوري الإنجليزي يا شباب. هلا هي الجماهير ما تكون شايفين مستعدين وهي دخول الفريقين إلى الملعب، وهذا أنا في الصدارة، مطلوب مني نفذ تمريرة حاسمة. في هدف واحد نعمل تمريرة حاسمة أكمل ثلاث تمريرات في ملعب الخصم هذا الشيء مبدأ تمريرة حاسمة وثلاث تمريرات بملعب الخصم يلا يا شباب تبدأ المباراة ونحن بلباس الأبيض مثل ما شايفين ليفربول وإيفرتون لتبدأ معها دقات القلوب لتستمع هاي أول تمريرة حلوة ثانية عملنا هاي تمريرتين عميل الثالثة وهي الرابعة هاي تمريرة حاسمة يا حرام كبة هي ديرسون ما أعطاني يا فرصة رسمية لفريق ليفربول في مباراة اليوم فرصة كبيرة للتسجيل انظر إلى اعتراض طريق الله الرأسية مميزة يا سلام هاي أول رأسية من حطها بلاعبنا أول رأسية بلاعبنا بمهارة يشعل الأجواء شوفوا يا شباب أي كرة تبدأ من خلالها يا سلام أول هدف صار عندي 13 هدف في 7 مباريات ممتاز يا شباب ممتاز فريق لاعبنا بيتطور وعم بيبدع خذ يا سلام والهدف الثاني ابداع لاعبنا عم شوط يمين شمال عم جيبها جول هي بالقدم الضعيفة سددها شوفوا بقدم اليمنى راح نشوف نلاحظ شلون سددها لا والله بالقدم اليسرى عفوا بالقدم اليسرى وسجل هدف جميل حلو واضح بانه حلوة تمريرة حاسمة الله على التمريرة مرت الكرة قود هاي تمريرة حاسمة
وحسمنا الموضوع ب 8.5 صار عنا تقييمنا 8.5 يا شباب. ما بتلاحظوا التقييم هو رح يكون فوق هون يعني عندي فوق ايش ما كانوا شايفين هذا هو ملعوبه الى مو صلاح فرصه خطيره لصلاح يا سلام على الهدف هذا هو الهاتريك ما بدي ارحم اقل شيء اسجل 4-5 جوال مباراه غير عاديه شوفوا يا شباب شلون بتعمل اعطينا للاعبنا وسددها وباليمين باليمين شوف شلون هدف ابداعي نتيجة 4-0 لصالح ليفربول. صالح مانشستر يونايتد. النتيجة الآن تعادل. كرة خطيرة عند تياغو. أوه الرأسية. الله عليك. صار رأسيتين بهاي المباراة. شيء مبدع شيء جميل جدا للعبنا. عم يتطور لعبنا وعم يقوى. نشوف الإعادة مشاهدينا. حلو. طريق مفتوح للفوز في مباراة اليوم. وعلى ما يبدو هناك فرصة جديدة هنا اوف بتسديدة بعيدة يا سلام يا سلام عليك يا لاعبنا يا اسطوري شوف الاعادة شوف شلون فرد حاله وسريع قلت اشوطة من خارج منطقة الجزاء والحارس ما اقدر اسيب بين قوة التسديدة ما اقدر يوصل له تمام نتيجه 6-0 مره اخرى تصل تياغو فرصه خطيره خود والهدف الجميل يا سلام اكتساح كامل في الهجوم وفي النتيجه وفي كل يا سلام على لاعبنا كم هدف سجل هلا في هالمباراه سجل 5 بابا عارف عدهم 7-0 عجب سجل 5-6 اهداف لاعبنا الكره كانت من مسافه قريبه مع الصافره نخرج الى الاستراحه ما بين الشوطين تقييمنا للاعب نفذ تمريره حاسمه خالصي من اكمل 3 تمريرات 13 تمريره ساوى وجيد جدا يلا ننتقل للشوط الثاني هذا هو الشوط الثاني وبدايته يا شباب ما تكون شايفين يعني النتيجة كارثية على على إيفرتون دائما عيني على التقييم هذا هون الفوق مثل ما كنتم شايفين يا شباب يعني هذا بيأثر على أداء اللاعب يعني خود يا سلام تمريرة حاسمة للاعبنا ممتاز نتيجة كارثية أبدا أهداف بالجملة رح يصير الفارق بيعدي فيها من المدافع يحاول إيجاد الثغرة خود أي إيجاد ثغرة وهدف كمان وبس ثغرة تهتز الشباك هدف يا سلام لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء والتدخل الحاسم هنا فرصة للتسديد تشتيت سيء الكرة في هذا المكان خود يا سلام في الشبك هداف شلون ما بيشوط بيدخل جول يا سلام 10 اهداف على ايفرتون وايفرتون صار مصفي يا شباب مصفي ايفرتون 10-0 الهدف جاء عن طريق اوباميانغ جاء الهدف من دقه عاليه في الانهاء والنتيجه اوف صاروخيه يا في هذه اللحظات يا الصاروخيه تحرك الشباك قدم صاروخيه يا شباب ما تحدثوني ابدا من بعيد ما تصورت ولا تدخل اسددها شوف شلون مع الضغط شوف كيف عرب طريق المرمى الله على القوه على المهاره في النهايه يا سلام اي كلوب مبسوط مني حلو مباراه مهمه هذا الهدف النتيجه الان هي التعادل بهدفين لكل فريق امام مساحه اوف آخ آخ والله ده تسديداته صايره اجره نار لا ابدا لا تحرك يعني ما عاد في تعليق ابدا عليه الله على اللقطه والله لازم برشلونه وريال مدريد يطلبوني 12-0 ايش هالنتيجه الكارثيه شاهدنا ب
بيلعبها قصيرة لزميله أرتور ميلو. هل يأتي بالتمريرة الحاسمة في هذه اللحظات؟ يا سلام، هدف جميل. الكبار وحدهم يفهمون ما حدث. نعم، على الثقة، على السحر. نتيجة خيالية على إيفرتون يا شباب. عبد الله دوكوري وحشيل. انتهت المباراة يا شباب، ولعبنا كم جول؟ 1 2 3 4 5 6 7 جول. يا سلام، 7 كان متأكد. وهو نجم اللعبة طبعا أصدقاء، بالتسديد والتمريرات الخاصة. جاسن جنال أهدأ 11 جول دقائق الملعب 94، تسديدات 15، معدل استغلال فرص 61%. نذهب إلى النقاط المهارة ونقوي لعبنا أقوى من هيك. في عنا 3 نقاط يا شباب. البدني ممكن يزيد فرجي هيك، القفز والعف. خلينا الدفاع، ما لنا بالدفاع، المراوغة، تسديد، ركلات الجزاء هون، الإنهاء لازم نعطيه على الإنهاء، وهي هون ركلات الجزاء لما بدنا اياه، التسديد البعيد عطيه. تمام، حاليا هيك كويس. التسديد البعيد قوينا له، التسديد الهوائي والبعيد هذا جيد. ويلا خلونا نرجع نشوف ايش في عنا الانشطة. في عنا شيء بالانشطة، نشوف الانشطة اللي عنا. اداء عالي، نقاط المبدع، انت لاعب الشهر. خلينا نقاط المبدع ناخذها، وهي هون امدح زملائك، سجع نفسك. خلينا نسجع نفسنا. تمام، والهالوين هات هاي كمان، نرفع بمعنوياتنا كمان. كويس، نقاط القلب حلو. منروح على التسوق نشوف ايش في عنا بالتسوق. هدول مكتملين، طفت عنا 25,000. او تبرع بالمال لملجأ الحيوانات هون. راح نشوف هون، اطلب بذلة من مصمم الافضل. طبعا خلونا ناخذ البذلة. تمام، الاستثمارات عنا شغالة لسه. خلاص تمام، نرجع يا شباب الى الترتيب الابطال. عنا مباراة بالابطال، هذا الفريق راح نلعب ضده يا شباب، واخد مركز ستارت وعنده 3 نقاط، احنا عنا 6 نقاط. يلا الى المباراة. كمان نحن اساسيين، ويلا يا شباب نبدأ المباراة. هذا هو ملعب الابطال يا شباب، رينجيكس وفريق ليفربول بالابطال. رح نلعب على ارض الخصم، نحن ضيوف، وهذا هو. انا دخلت الملعب مع تشكيله، عنا مهمة استغلال فرص 70%، وعنا اكمال 10 تمريرات في ملعب الخصم مقدور عليها. تقييمنا لازم تكون 8.5 واكثر، وتجميع اكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطوله. تمام، حتى الادوار الاقصائيه. سجلها، سجل اول هدف. قال يرتفع التقييم، ممتاز، لعبنا باول هدف في هاي المباراة في الابطال. ما عليك يا ياسر، ابداعي. شوف الهدف مره اخرى في البدايه، الحارس قام بالتصدي بشكل ممتاز، لكن المتابعه كانت موجوده، لا يلام الحارس. 5 اهداف، 7 اهداف في 3 مباريات في الابطال، ممتاز. من دخول المرمى، استحواذ فابينيو، ملعوبه الى مصطلح. قود وهدف الثاني، جميل يا ياسر، جميل، ابداعي للاعبنا. يعزز
يعزز التقدم ويجعل النتيجة مريحة. شوف إعادة الهدف، شوف البينية الجميلة للعبة، لكن المميز في الهدف كيفية التعامل مع ضغط الخصم قبل لعب الكرة في الشباك. نعم هدفين إن الله. يا حرام طار لها في مشهد سينمائي. الله على اللقطة. يلا يا لاعب استلم فرصة هدف. الله عليك وهدف جميل، بس مع انه التطبط بالمدافع لكن الهدف انه بضل. هاتريك لهذا اللاعب الكبير. الله عليك يا ياسر. والآن مع الإعادة نشاهد الهدف كيفية صعوبته وكيفية تفاديه مستحيلة، خاصة بعدما غيرت الكرة اتجاهها فيها وبالتالي ضاعت فرصة الهجوم المرتد. الكرة أصبحت مع أمام مساحة في هذه اللحظات. خذ والهدف الثاني، هدف الرابع بالمباراة يا شباب، هدف الرابع اللي لعبنا. شوفوا أفلو يا صلاح له روح سجل سجل، أنت ملك الأهداف. ركزوا في هذا الهدف. ينطلق بالكرة الخطيرة، خود والتسديدة صاروخية، أصبحت الغلة الآن تسديدة ولا أجمل يا شباب. شوف شلون سددها، كسر التسلل سددها بقوة. تمام النتيجة 5-0 وما زلنا في الشوط الأول. تدخل رائع، المساندة تأتي من الزملاء. هذه كرة هدف أبو صلاح وتمريرة حاسمة ممتاز. الكرة في المرمى. أخذنا تقييم 10 ساعتنا في الشوط الأول. يا لعبنا. انتهى الشوط الأول يا شباب. وخمس أهداف للاعبنا بالشوط الأول. ننتقل للشوط الثاني. شوفوا تقييمنا في المهمة، عملنا نحن أكمل 10 تمريرات في ملعب الخمس سوينا 16 تمريرة، وتقييمنا 8.5 سوينا 10. والآن مع الشوط الثاني من مباراة دوري المجموعات للتشامبيونز ليج. كرة فرصة خطيرة، فوض لألق والهدف جميل. على هذا الهدف اكتساح كامل في الهجوم وفي جاي استغلينا الفرصة وسجلنا هدف حلو. لعبنا روح كرة هدف، خذ يا السلام هدف جميل. ليفربول يسجل 8 من أهداف. شوف المرور، شوف المرور حلو حلو. شوف يا شباب وتسديدة جميلة. انظر إلى النهاية. الله خلونا نشوف الاستغلال فرص. قالوا صار 50% على الهدف. ماشي مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر نتيجة. لازم ناخذ ونسجل جول فورا وما نضيع الجول. تسديداتنا كلها أهداف لازم هلا. روح ما رضي التمريرة من صلاح تضرب الدفاع. روح يا حرام ليك عم ضيع فرص. يا بصد الحاس يا بتضرب عارضة. لا يبدو انه بده يخلونا استغلال فرص ضعيف. جوردان هندرسون يلا فرصة لإرسال كرة في الشباك. خذ والكرة في الشباك. طلع أبو صلاح. المباراة سجلوا يا حرام والله حارس قوي. فرجيني شقد يوه عم بنزل استغلال فرص، عم بنزل معنا استغلال فرص صار 47%. ركنية تنفذ بشكل قصير، راحت الى ماتب. يا له من تدخل هنا لانقاذ. لازم نعطيه ويسجل جول ما يكب على حظه. صار تضرب عارضه ويصد الحارس. بيعدي فيها خذ يا سلام. حتى لو يصيروا 20 جول لازم اسجلهم. انفذ مهمتي استغلال فرص. الله رو 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 ياسر 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 ياسر. ويتخلص من الرقابه. خذ يا سلام صار 11 جول. حارس وضعه تصل على نهايه اللقاء. فرصه والمساحه موجوده. مستحيل. هاي هدف ثاني. كره في المرمى.
الشباك خاوية، بالتأكيد لن تضيع هذه الفرصة والكرة في المرمى. المباراة حسمت. قول يا سلام، فرجينا نشوف شاد ويو. لا 52 لسه. الكرة تحرك الشباك، تحرك المدرجات، فرصة ما زالت قائمة. تصدي ممتاز هنا. يا إلهي يا إلهي، ليش عم بتصد يا حارس مع اني قريبة؟ ليش عم بتصد يا حارس؟ المدير الفني يجري تغييرين. خذ يا حرام. مجهود هنا في محاولة ركض. ورجينا ما نور في المرمى، لكن الامور خلال الفريق الضعيف والنتيجة اللي تعكس الاداء والوضع في ارض. اوف في يا سلام. المباراة واضح في طريق واحد، الفارق تدخل ناجح لاستعادة الكرة. كسروا. تدخل خاطئ من لاعب ليفربول. نيه معطى صفرة. حلو. اللاعب ويكتفي في هذه المرة بالإنذار الشفوي. انتهت المباراة يا شباب. 14 جول. أسطورية يا ياسر. أداء كبير وفوز مقنع بنتيجة. طبعا بنرجع للأنشطة يا شباب، في عنا شيء بالأنشطة، أداء عالي، في عنا امدح زملائك. لا أداء، شجع نفسك، يلا شجع نفسك. مكتمل. منروح عنا التسوق، في شيء تسوق ما معنى، أموال بتكفي استثمارات، لا ما في شيء. طبعا أصدقائي إلى هنا وننتهي من هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعة. طبعا أصدقائي لا تنسى تحط اللايك والتعليق والاشتراك لنستمر معكم. إذا بتعجبكم هيك سلسلة حطوا لايك، خلي تطف فوق 100 لايك عشان ينتشر الفيديو هذا. اللايك ما رأيك الفخشي، ضغط الزر، وشكرا لك من القلب. طبعا أصدقائي مثل ما بتعرفوا ليفربول ب 21 نقطة في الصدارة، 18 مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد 17 نقطة. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.